لأن الصادرات الزراعية في مصر بوجه عام وليس النباتات الطبية والعطرية بوجه خاص هي قصة نجاح بكل المقاييس. خلال الثلاثة أعوام الماضية تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.5 مليون طن واحتلت المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميا بعد أن كانت أسبانيا تحتل تلك المرتبة عالميا. ذلك يعطينا فكرة عامة عن اتجاه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية بوجه عام. لكن بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية فهي تحظى باهتمام خاص نظرا لأنها من المحاصيل الواعدة والتي يمكن لمصر زيادة صادراتها فيها بشكل كبير، ولدينا مناطق كاملة تتميز في إنتاج هذه الحاصلات ولديها مزايا نسبية وتنافسية في ذلك الإطار. أذكر منها على سبيل المثال سيناء الحبيبة شمال ووسط وجنوب سيناء، فسيناء تعتبر منطقة غنية بالفلورا النباتية وغنية جدا بالتركيبات والطرز النباتية المختلفة، وبعضها ينبت بقدرة الله تعالى ودون زراعة حتى. ولدينا تركيبة كبيرة جدا من النباتات الطبية والعطرية في شمال ووسط وجنوب سيناء. أيضا لدينا في الصعيد في منطقة شمال الصعيد في بني سويف والمنيا وأسيوط تركيبة كبيرة جدا من النباتات الطبية العطرية أو التقليدية من الكزبرة واليانسون والشمر والشيح البابوني، بها إمكانيات كبيرة للتوسع. دي حاجات احنا بنتميز بيها يا دكتور. طب انا عايز اسال صحيح. انا عايز اسال حضرتك على يعني لو سريعا فيها القوانين التشريعات الخاصة بقى بسلامة او صحة النباتات سلامة الغذاء. ذلك امر في غاية الأهمية ما اشرت اليه حضرتك، وذلك جانب مهم في الامن الغذائي وهو الامان الغذائي الفود سيفتي، سواء الحفاظ على صحة المصريين من خلال الاستهلاك الداخلي أو الحفاظ على صحة المستهلك الخارجي. ويتم ذلك من خلال ضوابط صارمة تطبقها مصر في هذا الإطار، سواء من حيث نسبة الزيوت الطيارة الموجودة في النباتات الطبية والعطرية وخلوها من الشوائب التي تصل إلى أقل من 1% بشكل كبير، خلوة من الشوائب والمواد الغريبة وما إلى ذلك، وبعض هذه النباتات تستخدم في تركيب الأدوية والعقاقير. صحيح. وبالتالي من الأهمية بمكان السلامة الغذائية التي تتبع فيها إجراءات صارمة في هذا السياق بشكل كبير، ولدينا هيئة لسلامة الغذاء ولسلامة الدواء في ذلك السياق بشكل كبير، وتهتم الدولة بهذا الأمر بشكل كبير، ولدينا مجمع كبير في محافظة بني سويف لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقدم الدولة كافة التيسيرات والتسهيلات لإنشاء مجمعات الغربلة والإنتاج.